النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. اعتمد مساء أمس نواب الجمعية الوطنية تقرير التحقيق حول النظام التربوي في تشاد الذي قام به فريق برلماني في شهر نوفمبر الماضي. وعد هذا التقرير الذي تم اعتماده مساء أمس طرحت من خلاله الإشكاليات التي تقف عائقا أمام تطور التعليم وأداء المدرسة التشادية خلال السنوات الماضية. حضر الجلسة وزير التربية الوطنية والمواطنة أبو بكر صديق شروبة محمود حسن سابو. تعودنا على القول في تشاد بأن التربية شأن يهم الجميع، غير أن التشاديين مدركين تماما بأن هذا القطاع ظل يعاني من مشكلات كثيرة حالت دون تقدم هذا القطاع الحيوي الذي هو أساس التنمية. لذلك وضمن مساهمة الجميع المتعلقة بإيجاد حلول ناجحة لهذا القطاع، فإن نواب الجمعية الوطنية قد صوتوا بالإجماع لاعتماد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول النظام التربوي التشادي والسياسة الوطنية للشباب، ذلك بعد الانتهاء من التحقيق الميداني الذي قامت به في مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف أقاليم البلاد، بحيث أن ممثلي الشعب هم أيضا لاحظوا تدهور المدرسة التشادية بشكل كبير. هذا التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية أمام النواب وبحضور عدد من أعضاء الحكومة سيما المعنيين بهذا القطاع يتكون من 75 صفحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملاحق المتنوعة. بحث التقرير كافة المراحل التعليمية، ذلك بدءا بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي أو الحضانة، مرورا بالتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، وانتهاء بمرحلة التعليم الجامعي العام منها والخاص. أكد التقرير بأن المدرسة التشادية قد تدنى مستواها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في تدني مستوى التلاميذ في مختلف المؤسسات التعليمية التشادية. تعلق ذلك بحسب مداخلات النواب بعدم توفر المعلمين المؤهلين من جانب، ومن جانب آخر لعدم توفر الكتاب المدرسي. أكد النواب بأن المئات من المدارس سيما بالمدن والقرى الداخلية قد أغلقت أبوابها أمام التلاميذ، ذلك نسبة لتوقف المدرسين الأهليين عن التدريس. مداخلات أخرى أشارت أيضا إلى عدم وجود بناء المدارس بحسب المواصفات المطلوبة، حيث توجد العديد من المدارس قد بنيت من القش وأخرى تعرضت للخراب. سبب نقصان المعلمين بالمدارس يرى فيه النواب بأن الكثير منهم لا يذهبون إلى المناطق التي نقلوا إليها. عدم تطور الثنائية اللغوية أي العربية والفرنسية بمختلف مدارس البلاد تأكد كذلك خلال مناقشات هذه الجلسات التي استمرت لمدى 4 أيام. أشارت المداخلات كذلك إلى تدني مستوى مراكز التكوين المهني. هذه المشكلات المختلفة التي ظهرت في مختلف مراحل التعليم العام كانت ماثلة أيضا في مختلف مراحل التعليم الخاص، سواء كان ذلك في المرحلة الأساسية أو الجامعية. الوزراء الذين ردوا على أسئلة النواب أكدوا بأن الحكومة التشادية وضمن برامجها المتعلقة بتنمية قطاع التعليم في تشاد، والذي يهدف كذلك إلى تنمية الخدمات الضرورية، ستأخذ بعين الاعتبار نتائج هذا التقرير الخاص بالنظام التربوي التشادي والسياسة الوطنية للشباب، بحيث أنه ضمن إطار التربية شأن الجميع. لذلك فإنه يبقى في المقدمة شأن الحكومة التي يقع على عاتقها تطوير المدرسة التشادية حتى تستجيب لتطلعات التلاميذ والطلاب التشاديين. اختتمت بالعاصمة الجمانة اجتماعات الدورة 9 للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية بحضور وزيرة الزراعة والإنتاج والمعدات الزراعية وممثل منظمة الفاو، حيث تم من خلال هذا الاجتماع انتخاب السيد آدم محمد تولي رئيسا للجنة. عز الدين الأمين والمزيد. الاجتماع 9 المشترك للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية و13 للجنة التنفيذية التابعة للجنة، الذي عقد في الفترة من 19 وحتى 22 من الشهر الجاري بالعاصمة جمينة، عكف المشاركون فيه على مدى 4 أيام في التدارس وإبراز الإشكالات واستعراض المنجزات التي تحققت خلال العامين الماضيين. كما خلصت اجتماعات اللجنة بتولي تشات رئاسة اللجنة للعامين المقبلين، إذ انتخب سيد آدم محمد تولي رئيسا للجنة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية التي تضم 8 دول. وبعيد انتخابه رئيسا للجنة، عرض السيد تولي المشاريع والخطط التي ينفذها خلال ولايته، ودعا الدول الأعضاء إلى ضرورة احترام التزاماتها حيال اللجنة. أعلم كم لموا هنا في لما كان قدروا أيونوك رأسا تدول هناك
باز وايد أفكتهني بعد بطن يعني هما نسأل سكرو واجباتهم ينتربينير في ياسا ناس مثل تبين يمشي يفوتوا في جرات وكم ديوم كم إتابهم دولة كل يعني نظام اللي سهولة شبه دولة كلهم يقوي في ناس رما يفورمهم هما. ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو عند اختتام فعاليات الاجتماع قال إن الاستراتيجيات الوقائية التي اتبعتها اللجنة في مكافحة وتقليص مخاطر انتشار الجراد الصحراوي جديرة بالإشادة، وتقدم محمد بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب. وزيرة الإنتاج الزراعي والمعدات الزراعية عند اختتامها لأعمال الاجتماع قالت إن جاد تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي بين دول المنطقة وتقدر الجهود التي تبذلها اللجنة في مكافحة الجراد، وقالت إن الحكومة تدعم جهود الهيئة من خلال الدعم المالي واللوجستي، وتلتزم الحكومة كذلك بالمساهمات السنوية، واستطردت بأن وزارتها ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي خلص إليها هذا الاجتماع هذا، وتعقد كل عامين دورة عادية في عاصمة من عواصم الدول الأعضاء لتقييم مشاريع اللجنة. ترأست صباح اليوم عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى حفل الانطلاق الدورة التدريبية لصالح أفراد شرطة البلدية حول تقنيات وفنون الإسعافات الأولية. هارون أباد. من أجل توسيع نطاق عمل شرطة بلدية الدائرة الثامنة، فقد شرعت إدارة البلدية بتنظيم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بهدف التدخل السريع في حالات الطوارئ إزاء وقوع الحوادث والكوارث المختلفة التي تنجم بسبب سوء التصرف من قبل البعض وخارج الإرادة لدى البعض الآخر، وأن هذه الدورة ستعزز قدرات المشاركين تقنيا للقيام بعمليات الإسعاف وإغاثة المنكوبين إذا تطلب الأمر، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية في حالات الإصابة قبل الوصول إلى المركز الصحي أو المستشفى. عمدة بلدية الدائرة الثامنة فاطمة يحيى أكدت أن البلدية ستظل في خدمة المجتمع، وأن هذه المبادرة جاءت لتؤكد مدى اهتمام البلدية بالمواطنين والخروج من العمل الروتيني لإبراز روح العمل التطوعي. في الشارع كان زول مثل وقع كي كيف يقابل النادي، وأنينا اليوم لنا فرصة بفكرنا البناءة مع القراروش، وده بس نقول شلو نية بناءة وفكروا وأقودوا بالهدوء أفهموا. يقدم خبراء من لجنة الصليب الأحمر التشادي بالدائرة الثامنة فنونا وتقنيات من شأنها تمكين هؤلاء المشاركين فنيا في مجال الإسعافات الأولية. اختتمت مساء اليوم منظمة الإغاثة وتنمية النساء التشاديات فعاليات ملتقى التنمية الاقتصادية والزراعية تحت عنوان استقلالية المرأة اجتماعيا واقتصاديا بحضور وزيرة المرأة وأرجون جلال ممثلة للسيدة الأولى للبلاد إشراق عبد الله. وسط حضور كبير من نساء كل دوائر العاصمة نجمينة ومختلف أقاليم البلاد، احتضنت دار المرأة الشادية فعاليات اختتام ملتقى التنمية الزراعية فيما يتعلق بإبراز دور المرأة في مجال الزراعة والدفء بها نحو التنمية. وعليه فقد قدمت العديد من التوصيات من قبل المشاركات في الملتقى جلها تنصب في تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمة الإغاثة حتى تستطيع مواصلة مشاريعها في التدريب، وكذا تنظيم دورات تدريبية للقيادات في مجال التكنولوجيا الحديثة وسيما معدات زراعية للجمعيات النسوية، بالإضافة إلى تقوية كفاءات المرأة بإنشاء مراكز محو الأمية. أما وزيرة المرأة والتضامن الوطني وحماية الطفولة دكتورة عرجون عربي جلال هي الأخرى قالت بأن سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تعهدت شخصيا بتقديم توصيات الملتقى للسلطات العليا بالبلاد، مشيرة بأن تمكين المرأة عن طريق التدريب يساعد في الاستجابة للمتطلبات الأساسية للمرأة، مؤكدة وزيرة المرأة بأن هذا الملتقى يساعد في تأهيل المرأة وتطويرها في مجال التنمية الزراعية، منوهة بأن الوزارة عبر الحكومة سوف تسعى جاهدة في دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بعد إصدار العفو العام من الذي أعلنه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في بداية الجمهورية الرابعة، حيث سمح للشخصيات السياسية بالخارج وغيرها بالرجوع إلى البلاد وضمن هؤلاء فقد عاد العقيد أحمد أبكر
حيث تحدث عن أسباب العودة إلى تشاد. نستمع إلى جزء من حديثه. إحنا نشكر السيد الرئيس الجمهورية المهمة القمة بها الآن وطلب من كل أبناء المنطقة وكل أبناء البلد وكل أبناء الدولة، طلب منهم العفو العام لكي يرجعوا في وطنهم ويشاركوا في كل البناء المستقبل بتاع بلدنا الحبيبة تشاد. قعدت برا مدة تقريبا 10 سنوات. بعد سمينا رئيس الجمهورية بنفسه أعلن، والإعلان هكذا ما إعلان هنا 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 بيت معين، إعلان بتاع أمة تشادية. هذا ما شجعنا وشاورنا مع بعض الإخوة اللي يحب يجي جاهزين قاعدين في عندهم تحفظ، استدير عندهم ريزيرف ده لسام قاعدين، لكن يعني نعمل جهد نعمل جهد أبناء البلد كلهم لابد من يرجعوا في هذا البلد ويشاركوا ونشاركوا جميعا للتقديم لوطننا لمستقبل بر الأمان. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، شهد مخيم دار السلام بمقاطعة كيات تابع لإقليم البحيرة احتفالا نظمه اللاجئون بالمخيم. المزيد لدى حسن جدة. هكذا أحيا لاجئو مخيم دار السلام الواقع على بعد 12 كيلومتر من مدينة باغاسولا بإقليم البحيرة أنشطة اليوم العالمي للاجئين دورة العام 2018. فهؤلاء اللاجئين الذين قدموا من دولتي النيجر ونيجيريا أحيوا الذكرى 17 ليومهم تحت شعار تضامنوا مع اللاجئين، مناسبة قدمت فيها العديد من الكلمات ككلمة اللجنة التنظيمية التي ألقاها أدوما إدريس يعقوب وخطاب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي قدمه أدم كولا نعيم. جميعهم أشاروا إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مشيرين إلى أن إدماج اللاجئين في المجتمع عمل قامت به الحكومة التشادية. وتأكيدا على ما قالوه، فقد أشار محافظ مقاطعة كايا أحمد آدم سعيد إلى أن البلاد فتحت أبوابها لإيواء اللاجئين، والدليل على ذلك إقليم البحيرة الذي يتواجد فيه الآن قرابة 10,000 لاجئ يعيشون دون مشاكل تذكر. ولإكمال فرحة هذه النسخة 17 لليوم العالمي للاجئين، فقد شهدت الاحتفالية تقديم قصائد شعرية ومسرحية من قبل لاجئي مخيم دار السلام. كما احتفل معسكر فرشة أيضا باليوم العالمي للاجئين بحضور عدد من السلطات التقليدية. محمد هارون. اعتبارا من عام 2001 بدأت الأمم المتحدة إحياء اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام بهدف تسليط الضوء على المهن وأزمات اللجوء التي تعيشها البشرية، كما وافقت وصادقت عليه أيضا منظمة الوحدة الإفريقية. وعلى هذا المنوال احتفلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين سينار بفرشنا، والذي جاء تحت نتضامن مع اللاجئين والشعب التشاديمان. واحتفلتا أيضا بذكرى الطفل الإفريقي تزامنا مع هذا اليوم التاريخي. وفي ثنايا المناسبتين قدمت العديد من الكلمات الضافية والتي تنصب جلها لصالح اللاجئين واللاجئات بهدف توفير الأمن والتزامات حقوقية وكفالتهم تعليميا وصحيا وإعاشة. وهلم جرى ممثل محافظ محافظة أسونغا علي عبد الله كرداي أضاف بأن اللاجئين والمواطنين بالمنطقة يسودهم التعايش السلمي ورفاهية تامة. من جانبه مندوب سينار علي عبد الله أكد على أن البلاد تحت
تحتضن أكثر من 125 ألف لاجئ لجأوا من دول الجوار، وهم الآن يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات المكفولة من قبل حكومتنا الرشيدة والمنظمات الإنسانية وغيرهم من الشركاء. أما ممثل المفوضية السامية HCR بفرشنا إبراهيم السيلة معددا في حديثه تاريخ اللجوء وأهداف ومناقب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأمين العام لإقليم والداي أبا سردينجار هو الآخر أشاد بجهود المنظمات الإنسانية العاملة في الحق، مضيفا بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وهرمه الأولى هند دبي إتنو أن همهما وديدنهما رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الراغدة للغير. هذا وقد اختتمت فعاليات اليوم العالمي للاجئين والطفل الإفريقي بزيارة مركز التقنيات والمعلومات بفرشنا، ومن ثم قدمت العديد من الرقصات الشعبية الدارفورية. ومواصلة للأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير، قدمت مجموعة من المساعدات للطبقات الضعيفة، وهذا ليس المرة الأولى. قدمت مؤسسة القلب الكبير يوم أمس مساعدات للمحتاجين والطبقات الضعيفة بمدينة زوار. المناسبة حضرها السلطان والأمين العام لمقاطعة زوار والمسؤولين المدنيين والعسكريين بالمنطقة. المساعدات عبارة عن مواد غذائية ومواد أولية باسم المستفيدين وسكان زوار. شكر عمدة البلدية موسى أرماي مؤسسة القلب الكبير وخاصة السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو. نظمت الخلية الدائمة للتوعية والإخبار للجمعيات النسوية نظمت دورة حول منع زواج القاصرات. الورشة كانت لصالح عدد من الجمعيات الشبابية والتجمعات المدنية بالعاصمة إنجمينة. ياسر أحمد. بعد مشاركتهم في 23 وحتى 25 من أكتوبر الماضي حول منع زواج الأطفال بالعاصمة السنغالية داكار، نظمت الخلية الدائمة للتوعية والإخبار للجمعيات النسوية بالتعاون مع جمعية تحسين الأوضاع الأسرية حول مراجعة اللقاءات بأعلى مستوى حول منع زواج الأطفال مع الجمعيات الشبابية وجمعيات المجتمع المدني هنا بالعاصمة إنجمينة، وذلك بهدف نقل هذه الرسالة إلى المجتمع التشادي. رئيسة اللجنة المنظمة مدام جوكلوم مغلوباي قالت إن تشاد قد شاركت أنذاك في اجتماع داكار مع وفد رفيع المستوى بقيادة وزيرة المرأة السابقة كات إليزابيث، وذلك بفضل التزامات الحكومة في المواثيق والمؤهدات الدولية حول الزواج المبكر. المديرة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة خلال افتتاحها أعمال هذه الورشة طلبت من المنظمات الدولية بتعويض الأسر التي تكافئ عملية منع الزواج، ووصفت دور البلاد بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام. الحمد لله أننا في تشاد مش ما تعرفوا أننا خلاص شلنا اللوا انترديزان لمارياج دانفان، وعندنا في بيروت هجينا كل أننا ديفينير خلاص يعني كيف البروسيسيس الطريق الواجب للشلو للمارياج دانفان يعني بكون كامل ما في 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 تشاد، وأن نظام هذه الورشة سيشمل كافة أقاليم البلاد وتوسيع الدائرة التوعوية للمواطنين. اختتمت أعمال الدورة التدريبية حول منع تجنيد الأطفال في الجيش لصالح عدد من عناصر الشرطة. حليمة السعدية. من أجل حماية الأطفال من التجنيد في الجيش الحدودي بين تشاد والكاميرون جاءت هذه الورشة التدريبية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة أونيسيف بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني. شارك في هذه الدورة مختلف القطاعات العسكرية كقوات الدرك الوطني ورجال الشرطة الوطنية وكذا الجيش، بالإضافة إلى جانب المدنيين القائمين بالطفولة. وخلال هذه المناسبة فقد شرح المتدرب مختلف المعلومات التي تسهم في تعزيز وترقية حماية الطفولة من التجنيد في الجيش، مطالبين من المشاركين على الاهتمام بالمعلومات التي تلقوها خلال هذه الورشة. عندنا هدف 2-1 ده، قلنا الشعب ده يعني البوكو هرام يجي في قرية ده ويجند الشباب، قلنا ده عشان ده اللي من الناس ده عشان ليالهم ده ما يخلوه يتعبون لبوكو هرام وكذا، عشان ألدبس الهدف الجينة فوهنا. أما المستفيدين في هذه الورشة فقد عبروا عن المعلومات التي استفادوا منها خلال 4 أيام. تحدثنا في أمور يعني وقاية الأطفال، وقاية الأطفال من التجنيد يعني جندهم سواء في جانب قوات الأمن والدفاع يعني القوات الحكومية أو في جانب القوات المجموعات المسلحة مثلا المجموعات الإرهابية دي.
في الاتيليه ده علينا استفدنا ايرنا كي كيف يالات خلي يال من سخير كي من ذهب والدولة خايد 17 سنة ماشي لسه ما تم 18 سنة ده كان كي كيف كله سخير جاي في تيت أنا والدي ما يقدر كان سوى جريمة كله ما يقدر يوريك هدا نارم ده كبير ولا جريمتك يقدر هو يشيل مسؤوليتك ما فيه. وعليه فإن هذه الدورة تعتبر كتوئية لأولياء أمور الأطفال الخصر خاصة في القرى والفرقان التابعين لماني. نظمت لجنة التنمية للمتطوعين التشاديين مؤتمر نقاش جمع عدد من الطلاب المدارس الخاصة والعامة بهدف تقديم التوعية اللازمة للطلاب حول أهمية البحث العلمي. أدم حنفي. الأمر دعا لجنة التنمية للمتطوعين التشاديين إلى تنظيم هذا المؤتمر النقاشي الذي شارك فيه هؤلاء الطلاب المنتمين للمدارس العامة والخاصة، وذلك بهدف توجيه طلبة العلم إلى أحسن سبل الرشاد العلمي. لجنة التنمية للمتطوعين التشاديين وعلى لسان رئيستها خديجة عبد الرحمن كوكو أبهنت في حديثها بأن هذا المؤتمر جاء نتيجة لتزويد الطلاب بالمهارات المختلفة في مجال التعليم. هسه كان كملنا مع الكونفرنس دي بارا ندلوا في المدارس نقابلوا الريسبونسابل عن الإتابليسيما والمينستر عن التربية شغل دانينا سوسيتي سيفيل عنينا القدرة حقنا دي للتوئية، لكن القرار والكل شيء ده موجب وكبرس للوزارة نكون مع الوزارة كن نقدر شغل ده وفي دواية حقنا ده كان إنسياتيف حقنا ده أجب للوزارة ده الفودريك الوزارة كنت تجيف معانا عشان نمت توجيه أدل للإيال دول بس مستقبل هنا عم باكر. ويشار إلى أن مثل هذه النشاطات التعليمية لا شك أنها ستسهم في حل بعض من المعضلات بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتجسد روح التعاون في نفوس الطلاب. شهد صباح اليوم مركز المنى الثقافي عرض كتاب بعنوان ذكريات الطفولة. هذا الكتاب مقدم من قبل الطالب محمد نور يوسف بحضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين. زينب أحمد. تشهد الساحة الثقافية في هذه الأيام تطورا ملحوظا، سيما في نشر الكتب والروايات من الشباب المبدعين في هذا الجانب. هذه المرة أيضا قام الطالب محمد نور يوسف بنداي بنشر كتابه الذي يحمل عنوان ذكريات الطفولة. قال الطالب محمد نور يوسف بنداي ابن 18 عاما أثناء عرضه لهذا الكتاب المجزأ إلى 23 قصة أنه بدأ بالكتاب منذ أن كان في 17 عاما، ولكنه بعزمه وإصراره وكذا تشجيع من الأصدقاء والأقارب ها هو كتابه الذي يحمل عنوان ذكريات الطفولة يرى النور. كما أضاف الكاتب بأن الغرض الرئيسي من هذا الكتاب هو توعية وتثقيف الطلاب للاهتمام بالقصص والروايات القديمة لأنها جزء من ثقافتنا. وبعد عرضه لهذا الكتاب عبر الحضور عن إعجابهم بهذا الكتاب فيما أنه يحمل العديد من قصص الطفولة، كما تمنوا للكاتب الشاب المزيد من التقدم في هذا الجانب. ونذكر بأن مثل هذه الإبداعات يتوجب من الجهات المعنية رعايتها حتى يستفيد منها الجميع. ألقت قوات الأمن والدفاع بإقليم البطحاء على مجموعة من المجرمين بحوزتهم عدد كبير من الأسلحة غير مرخصة، حيث تم عرضهم أمام وسائل الإعلام أمام حاكم إقليم البطحاء علي عبد الله. المزيد لدى محمد طاهر الحر وهذا التقرير. جهود مكافحة ظاهرة عدم الأمن ما زالت تستمر في إقليم البطحاء، وبما أن تجريد المواطنين من السلاح الناري أنجع وسيلة لذلك، فإن رجال الأمن أخذوا يكثفون من عمليات التفتيش تطبيقا لتوصيات الحاكم. آخر عملية أجريت كانت بمنطقتي أبو هجليج وإنجمين بلالا، وقد سمحت بمصادرة هذه الكمية وهي 20 سلاحا ناريا بكل أنواعها وكمية من شباك الصيد الجائر. قائد هذه العملية حامد محمد زين وجد كل الثناء والعرفان من قبل حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله. الأمن ده للكل، اليوم كان أمن ما في زول يقدر يعيش بسلام، وفي سبب ده الناس اللي عندهم سلاح التجريد ده مهم، وكل الناس اللي عندهم سلاح نارية في مستوى هنا هلالهم ده خليه يجيبوه في أقرب مكتب أنا السكرتير القائد ده يسلمه، لكن
كان ما سلموا وأنينا كان جينا لقينا لابد إجراءات صارمة يتابعون لهم. ونشير إلى أن هذه الأسلحة سيتم إيداعها ضمن مخزون قوات الأمن والدفاع بالإقليم، كما أعطيت مهلة للمواطنين الذين ما زالوا يملكون أسلحة نارية لتسليمها طوعا، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلات القانونية. نصب صباح اليوم أسقف مدينة أنجمينة بالكنيسة الكاثوليكية بحي كبلاي بمدينة أنجمينة عدد من القساوسة بعد إكمال مدة الدراسة والتدريب وسط حضور عدد كبير من أتباع الديانة المسيحية. أحمد ياسين. وسط حضور وجمع من الأهل وأتباع الديانة المسيحية نصب هؤلاء القساوسة الأربعة بعد إكمالهم مدة الدراسة والتدريب المقررة في المعاهد والجامعات الكنسية، وهي 8 سنوات بعد الشهادة الثانوية، حيث تلقى هؤلاء المحتفى بهم دروسا متنوعة في القيم والأخلاق والمعارف المختلفة الخاصة بالإنجيل والكتاب المقدس. أسقف مدينة جمينة إدمو جيتينغار بارك هذه الإضافة الحقيقية للديانة الكاثوليكية بتخريج 4 قساوسة، داعيا جميع الحضور وخاصة القساوسة الجدد التمسك بالقيم الدينية والروحية وحب الإنسانية والعمل بإخلاص وزرع المحبة بين بني البشر، لأن الإنجيل والكتاب المقدس يدعوان إلى حب الآخرين والعمل بتفاني، لأن المسؤولية تكليف وليس تشريف. أما القساوسة المحتفى بهم قدموا في مداخلاتهم أجل الشكر إلى الأساتذة والمعلمين الذين وجهوهم وزودوهم بالخبرات والمعلومات القيمة خلال فترة الدراسة والتدريب، واليوم يعد من أجمل أيامهم متعهدين بخدمة الكنيسة وأتباعها. قام سفير سويسري لدى البلاد بزيارة إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حضر المقابر عدد كبير من العلماء والمشايخ. آدم حنفي. في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والهيئات الدبلوماسية العاملة لدى البلاد، فقد استقبل صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى السفير السويسري لدى البلاد سعادة إريك مايراس. وخلال اللقاء فقد أوضح السفير السويسري بأن زيارته المجلس تهدف إلى تقديم التهنئة لرئيس المجلس وطاقمه الجديد وكذا نائبه بعد تعيينهم على رأس الجهاز الإسلامي، وكذا زيارة وداع له بعد انتهاء عمله كسفير لدى البلاد في تشاد وهو مقيم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. من جهته رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى قد شكر السفير السويسري على هذه الزيارة، مؤكدا بأنهم تباحثا معه أوجه التعاون في مجال التربية ودعم الخلاوي القرآنية وكذا مكافحة التطرف والإرهاب. تناقشنا في الأمور التي يعني كانت سفارة سويسرا تسعى إليها دائما أبدا، وهي الأمور الأمنية، والأمن طبعا يشمل نواحي كثيرة، سواء كان الأمن في يعني في المجتمع أو الأمن في الناحية الدينية، جميع هذه الأشياء كلها هي تحتاج إلى أمن. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له علاقات صداقة وتعاون مع العديد من الشخصيات الدبلوماسية. احتفل مجمع عبد الكريم سليمان لحفظ القرآن الكريم بتخريج عدد جديد من حفظة القرآن الكريم وسط حضور عدد كبير من المشايخ والدعاة والأئمة. المزيد لدى عبد الله هارون. تكملة لرحلة الشيخ الغوني عبد الكريم سليمان وما بذله من جهود مضنية في سبيل تعليم أبناء المسلمين حفظ القرآن الكريم وعلومه الشرعية، حيث احتفل مجمع الشيخ الغوني عبد الكريم سليمان بتقريج كوكبة اللامعة من حفظ كتاب الله قراءة وتجويدا. أحمد عبد الكريم سليمان مدير المجمع رحب الحضور وحثهم بضرورة تعليم الأبناء القرآن الكريم وتنظيم الدروس الدينية، وأكد أن للقرآن الكريم له فضائل جمة ينير البصيرة ويجعل الإنسان في تمام الوعي النفسي والروحي. فضيلة الشيخ الغالي غليل عمر ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
حيث عدد إنجازات الشيخ الراحل عبد الكريم سليمان وتركيزه في تعليم الأبناء القرآن الكريم وحفظه. نحن عرفناه مؤخرا، عاش مع أجدادنا وعاش مع آبائنا، كان رجلا عظيما، وكان رجلا من الزهد بمكان رفيع كل من عاشره يعرفه. وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين، وأكد شهادة شكر وتقدير لكبار المشايخ الذين بذلوا جهودا جبارة في تعليم أبناء المسلمين منذ تأسيس مجمع الشيخ الجوني عبد الكريم سليمان. نهاية نشرة لهذا المساء، إلى ألتقيكم مجددا، دمتم في أمان الله.